السلام عليكم. شكلت الانتصارات العسكرية التي حققها الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر شكلت تحولات مهمة في مسار الصراع في هذا البلد. فبعد نجاحه في فك الحصار عن مدينة طرابلس، اتجه الجيش الليبي غربا فسيطر على مدينة ترهونة، أكبر مركز لتجمع قوات حفتر في المنطقة، ومن ثم السيطرة في وسط البلاد على جملة مواقع محيطة بمدينة سرت ذات الرمزية في المشهد السياسي الليبي. تركت هذه الانتصارات الميدانية آثارا جانبية سياسية، على رأسها مبادرة مصر لوقف إطلاق النار، وبيانات بالجملة صدرها كل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، تدعو كلها للشروع في مفاوضات سياسية بين الفرق الليبية المتصارعة. كل هذه المبادرات قوبلت بموقف ثابت من جانب حكومة السراج، التي أعلنت أن أي محادثات سياسية لن تكون قبل السيطرة على سرت وقاعدة الجفرة العسكرية. لكن مراقبين يصعبون معركة السرت، لأن السيطرة عليها يفتح الطريق نحو الهلال النفطي في رأس لانوف والبريغا والسدرة وزويتينا، ما يقوي موقف حكومة الوفاق ويضعف حفتر في أي محادثات سياسية مقبلة. ماذا بعد انتصارات قوات الوفاق في ليبيا؟ هذا ما نطرقه في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب. أهلا بكم. هجوم وتفوق لصالح قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، هكذا هو المشهد على الأراضي الليبية. فبعد أن كانت العاصمة طرابلس محاصرة، أصبحت اليوم تهاجم قوات حفتر. دخول أجزاء من سرت وتطويقها من الغرب والجنوب بعد استعادة كامل طرابلس وترهونة وبني الوليد، جعل منابع النفط قاب قوسين أو أدنى من سيطرة حكومة الوفاق، لا سيما مع الهزائم الواضحة لقوات حفتر. قادة العمليات العسكرية في حكومة الوفاق يصرون على استعادة سرت والجفرة، ويعدون الدخول في حل سياسي بمثابة منح فرصة لإنقاذ حفتر والحفاظ على الشرق تحت سيطرته، مما يعني إطالة أمد الصراع في ليبيا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار إلى أن التطورات الراهنة في ليبيا ترجح استبعاد الجنرال حفتر من المعادلة السياسية، على ضوء الجهود الدبلوماسية التي تجريها أنقرة مع واشنطن وموسكو. أردوغان أكد عقب اتصاله بنظيره الأمريكي ترامب أن هناك احتمالية فتح صفحة جديدة في التعاون الأمريكي التركي حول ليبيا، مشيرا إلى أن ترامب وصف وضع تركيا في ليبيا بالناجح. يبدو أن ما حققته حكومة الوفاق من تقدم على الأرض دفع حفتر وغيره إلى خيار الحل السياسي في ليبيا ضمن إطار عملية برلين المدعومة من الأمم المتحدة، الأمر الذي أكده الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. هذا الموضوع نبحثه مع ضيفينا الأستاذ مصطفى الساقسدي الناشط السياسي الليبي عبر سكايب، وسيكون معنا أيضا عبر سكايب من اسطنبول كلاهما الدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقارية. أهلا بكما أستاذ مصطفى. أي قيمة سياسية واستراتيجية يمكن القول إن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج حققتها بعد الانتصارات الأخيرة في طرابلس ومحيطها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. طبعا ما حدث حوالين طرابلس قبل ذلك، الحصول أو تحرير قاعدة الوطية، تحرير مجموعة من المدن غرب ليبيا وصولا إلى الحدود التونسية، تحرير ما حول طرابلس، تحرير ترهونة وصولا إلى مشارف سرت، تعتبر خطوة كبيرة لإنهاء مشروع حفتر. 70% من الشعب الليبي يقطن في هذه المناطق، العاصمة موجودة في هذه المناطق، تم الحصول على كم هائل من الأسلحة والذخيرة تركتها وراءها ميليشيات حفتر المنهزمة بعد أن كان يدق أبواب العاصمة طرابلس ويساوم بتلك الورقة. الآن مشروعه بدأ في الانهيار. طيب يعني الأهم يعني هو مشروع حفتر، يعني هل رصدته حكومة الوفاق؟ هل هناك رصد لحقيقة هذا المشروع؟ هل هو السيطرة على ليبيا أم أنه فقط يريد أن يقوي موقعه في أي محادثات مقبلة؟ لا، مشروع حفتر هو مشروع للسيطرة على ليبيا بقبضة عسكرية حديدية تامة، بدليل أنه قبل أن يهجم على طرابلس قبل يوم 4/4 كانت هناك محادثات لتقاسم السلطة
في غدامس برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يوم 10/4، ولكن حفتر رفض تلك المحادثات وهاجم طرابلس. مشروع حفتر ليس لتقاسم السلطة، وإنما هو مشروع لحكم مطلق، فبانهزامه حول طرابلس يعتبر هذا المشروع تم القضاء عليه تماما، ولا أمل له سواء في حكم ليبيا بيد من حديد كما كان يتمنى وكما كان يتمنى داعموه، وإنما حتى الآن أصبح الليبيون بعد ما رأوا من جرائم في ترهونة والمقابر الجماعية وكذا، حتى أن يكون شريك أصبح الآن مرفوضا داخل ليبيا وكذلك من أطراف كثيرة في المجتمع الدولي. طيب دعني أنتقل إلى دكتور خيري. مرحبا بك دكتور خيري. هل من هدف واضح ومحدد لحكومة فايز السراج من وراء إطلاق هذه العمليات، فك الحصار عن طرابلس والسيطرة على ترهونة ثم التقدم نحو سرت، هل تلمح هدفا واضحا ومحدد من وراء هذه المعارك؟ لا، المعارك كانت في البداية لرد الهجوم على العاصمة وتقويض العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأعتقد أن هذا هدف واضح في حد ذاته، بأن الحل العسكري لا يمكن أن يكون الحل الأخير في ليبيا، وبالتالي كانت الحفاظ على الذات أو الدفاع الشرعي أو الدفاع القانوني لحكومة الوفاق هو العامل الرئيسي في العمليات التي قادتها الوفاق أو قامت بها خلال السنة الماضية، بحيث أننا يمكن القول في النهاية أن قدرتها في منذ أبريل الماضي على تطهير كل المناطق حول طرابلس وفي المنطقة الغربية وثم ترهونة، أنها استطاعت تحقيق أهدافها وتأمين سلطتها في على هذه المناطق، وبالتالي أن التخلص من التهديد الذي كان يواجهها على مدى عام كامل هو أعتقد أنه في ذاته هو هدف مهم لحكومة الوفاق. لكن السؤال المهم هنا، ما بعد هذه الانتصارات أو النجاحات التي استطعت تحقيقها، هل يمكن أن تبدأ في سياسية أم أنها سوف تطور العمليات العسكرية حتى تشمل؟ هذا السؤال الذي طرحته دكتور خيري، هذا السؤال الذي طرحته مرتبط بجوهر السؤال الذي طرحته عليك، يعني هذا مرتبط بالهدف الذي وضعته حكومة فايز السراج مدعومة بالجانب التركي. هل من هذه المعارك يعني تلمح هدفا استراتيجيا لحكومة السراج، أم أنه هدف تكتيكي تحريكي؟ في تقديري بالنسبة لي ليس هذا واضح حتى الآن، هل هناك أن الخيار العسكري هو الخيار الاستراتيجي لدى حكومة الوفاق أنه هدف تكتيكي، لكن هو على مستوى الخطاب السياسي أعتقد أن دائما الحديث يقول على أنه هدف استراتيجي حتى الآن، وخصوصا أن لهم تظهر مبادرة واضحة لماذا حكومة الوفاق حل الوصول إلى بنغازي عبر الحل العسكري، أم أن هناك لديها تصور لحل سياسي للمرحلة ما بعد الوفاق. هذه النقطة لم يتناولها كثير من الأطراف الليبية حتى الآن، سواء من جانب الوفاق أو من جانب خليفة حفتر، فكل منهما يتكلم في الوضع الراهن واللحظة الراهنة دون أن يطرح تصورا للمستقبل كيف يصل إلى الدستور والاستفتاء والحكومة. هذه النقطة في تقديري عدم وضوحها في الخطاب السياسي أو وهيمنة وكذلك أيضا هيمنة الأعمال العسكرية والخطاب العدائي يضعف كثيرا فرصة الانتقال السياسي. إذا كانت هناك رغبة مشتركة سواء من الأطراف الليبية أو من بعض الدول في الانتقال السياسي وتجاوز الحرب الأهلية، لكن محتوى الخطاب السياسي لكل هذه الأطراف ما تم مستغرقا في اللحظة الراهنة ولم يتناول حتى جزئيا كيفية الانتقال إلى المرحلة الأخرى. وفي هذا السياق إذا نظرنا إلى المبادرة المصرية يمكن ملاحظة أنها هي تتحدث ومصر تتحدث منذ وقت طويل عن العملية السياسية والعملية الانتخابية، لكن التحدي الذي يواجهها هو أنها يعني ما زالت تطرح خليفة حفتر كلاعب رئيسي في العملية السياسية، وأنه رغم تغير الظروف كان من الممكن أن تعيد مصر النظر في خليفة حفتر في العملية السياسية المقبلة. أن القضية هنا
هو كيف ترسم الأطراف المختلفة الأهداف التي يمكن أن تطلع بها أو تسعى إليها خلال المرحلة القادمة، نعم لأن الوضع الحالي هو وضع قائم لا يمكن الاستخلاص منه أن هناك أهداف عسكرية يمكن الوصول إليها. طيب، مبادرة مصر تستحق الوقوف عندها بالرغم من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بأنها ولدت ميتة، لكن لابد من أن نبحثها. لكن بعد الفاصل، قبل ذلك أريد أن أذهب إلى الأستاذ مصطفى. تتجه الأمور كلها الآن بوتيرة متسارعة لمصلحة قوات الوفاق، الجيش الليبي بقيادة قوات حكومة الوفاق. هل تتوقع أن تحافظ قوات الوفاق على هذه الوتيرة وهذا الزخم العسكري وتحقيق الانتصارات المتتالية في هذه المرحلة المقبلة، خصوصا وأن هناك حديثا عن أن روسيا غير راضية عن تطورات الأوضاع العسكرية في ليبيا على أقل تقدير؟ هو في الحقيقة حكومة الوفاق الآن لها اليد الأعلى بالنسبة للجانب العسكري، تحاصر سرت، تنظف مناطق في جنوب، تلملم قوتها. فحكومة الوفاق ليس لها خيار إلا استكمال تحرير كافة التراب الليبي، فهي حكومة ليست حكومة طرابلس، هي حكومة لكل ليبيا. فالمسار العسكري يجب أن يستمر حتى تسيطر على كافة التراب الليبي. الآن التخوف الحقيقي في المشهد هو التدخل الروسي. إلى الآن روسيا تدعي أنها لم تتدخل عسكريا، رغم وجود أكثر من 2000 من قوات الفاغنر، وهي شركة روسية للمرتزقة، ولكن الكل يعلم أن روسيا لولا روسيا لما تدخلت الفاغنر في ليبيا. فأمر تدخل روسيا يشكل خطر على قوات الوفاق. إذا لم تتدخل روسيا ستكون الفرصة أكبر لقوات الوفاق لتسيطر على كافة المناطق الليبية، وإن تم تفاوض مع المنطقة الشرقية ففي الغالب سيكون مع القيادات السياسية والقيادات المجتمعية التي توجد في المنطقة الشرقية. فحفتر من الواضح ليس طرفا في أي حوار قادم بعد كل الجرائم التي ارتكبها، وبعد إصراره على الحل العسكري ورفض لكل المبادرات السياسية بما فيها مبادرة غدامس التي أرادت تسليمه تقريبا 70% من السلطات الأمنية والعسكرية وتسمية وزراء وغير ذلك. فرفضه لتلك المبادرة السلمية يوضح أنه لن يكون له فرصة حقيقية في أي حوارات سياسية قادمة. ألا يمكن أن تكون هذه العملية، عملية طرابلس وبعدها الترهونة وبعدها السرت، ألا يمكن أن تكون أستاذ مصطفى يعني محاولة من حكومة فايز السراج لدفع حفتر لتقديم تنازلات في سياق مسار سياسي يحفظ الأمن الليبي في النهاية ويمنع تدخل الدول التي تدخل يوما أكثر فأكثر في المشهد الليبي؟ المشكلة الرئيسية ليست من حكومة الوفاق، حكومة الوفاق جاءت بناء على تفاهمات دولية مع حفتر، وكان للحكومة مسمى، بعض الوزراء سماهم حفتر، وأعطت الحكومة فرص متكررة للحوار مع حفتر في باريس، في روما، في باليرمو، في برلين، ولكن ما تبين خلال الفترة الماضية أن حفتر ومن وراءه يريد إعادة الحكم الفردي العسكري الاستبدادي ولا شيء غيره، لا يقبلون أي تقاسم للسلطة. فحتى لو أرادت حكومة الوفاق أن يعني تجري مفاوضات أو تجد حل مع حفتر، فطبيعة مشروع حفتر لا تقبل بأي حلول لتقاسم السلطة أو حلول سلمية. إما أن يحكم هو ومن وراءه ليبيا بيد من حديد، حتى لو لاحظتم المؤتمر الذي جرى في مصر برعاية السيسي وادعى أنه مبادرة للسلام، كيف يتحدثون عن طرف حكومة السراج والجيش الذي يوجد في المنطقة الغربية، يسمونهم ميليشيات إرهابية ويريدونهم تسليم سلاحهم، فكيف تتحاور مع طرف يعتبر الحكومة التي توجد في طرابلس والمجموعات المسلحة التي تتبعها يعتبرها إرهابية ويطرح فكرة تسليم السلاح لحفتر؟ فيعني حتى الطرح السياسي غير منطقي وغير مقبول أبدا. طيب دكتور خيري، في الحديث عن الآثار السياسية الجانبية التي أنتجتها معارك طرابلس وترهونة والآن سرت،
وتدخل دول أوروبية وأمريكا وحديث الأمم المتحدة وكل وضغط كل أولئك لوقف القتال، ما الحدود التي يمكن أن تتوقف عندها معركة دروب النصر التي أطلقتها حكومة السراج باتجاه سرت وربما ما بعد سرت؟ نعم، توقف عمليات القتال هنا يرتبط أساسا بكيفية نضوج الموقف السياسي لكل الأطراف الداخلية والخارجية. وفي تقديري حتى الآن ليس هناك وضوح في الأهداف السياسية لكثير من الأطراف، وبالتالي أن فكرة الصراع المسلح هي المرجحة في المدى المنظور. يعني حتى الآن لم تطرح مبادرات من دول مختلفة سوى المبادرة المصرية، وهناك ملاحظات على الإجراءات البروتوكولية التي ظهرت بها، وبالتالي عدم وجود أو غياب تصورات سياسية على وضع الحل السياسي للأزمة ويمكن تنفيذه على نحو مباشر وقوي وفعال من الأطراف المختلفة، فإن هذا يعزز أو يطرح المسار العسكري ما زال هو المهيمن على مواقف الأطراف المختلفة سواء الداخلية أو الخارجية. ومن هنا أن سواء حكومة الوفاق أو الحكومة التابعة لمجلس النواب يمكن لها أن تبدأ، إذا لم تبدأ في مشوار يعني بناء تصور سياسي للمرحلة القادمة فإن هذه المشكلة سوف تظل مزمنة. يعني ما قاله المستشار عقيلة صالح يعني رئيسنا مجلس النواب هو حتى الآن ما زال في مرحلة جنينية يصعب البناء عليها دون التوافق مع الأطراف الأخرى أو طرحه إطارا للحوار مع داخل مجلس النواب لجمع الشتات مجلس النواب وبدء حوار مع المجلس الأعلى للدولة. وبالتالي أن ما طرحه المستشار عقيلة صالح يظل دون الحد الأدنى الملائم لوقف العمليات العسكرية والبدء في الحل السياسي. وكذلك أيضا الخطاب المجلس الأعلى للدولة هو ما زال في خطاب في إطاره يعني يتبنى التعبئة السياسية والحشد السياسي. بالتالي هناك يمكن القول من هذا كله أن هناك إمكانية التقارب في مواقف بين الليبيين ما زالت بعيدة، وأنها وهذا بالمعنى مفهوم المخالفة يعني أن فكرة الحرب هي ما زالت المسيطرة على كل الأطراف حتى الآن. وأيضا على المستوى الخارجي فإن يعني تعثر عملية برلين أو توقفها يساعد على المضي في هذا الإطار، يعني رغم أن زيارات السفير الألماني لخليفة حفتر ثم لحكومة الوفاق هي بمثابة إعادة إنتاج الأزمة مرة أخرى. بالتالي أن الإطار الدولي أو إطار برلين إذا ما أريد له النجاح فإنه لابد من أخذ في الاعتبار التغيرات السياسية الجديدة وكيف يعمل على بناء حكومة موحدة ليست وفق الشروط التي تم مناقشتها في الماضي وقت ما كان السيد غسان سلامة رئيسا للبعثة الدولية، ولكن في إطار أن كيف يعكس أي مؤتمر تشاوري دولي رغبات المجتمع الليبي أو رغبات السياسيين الليبيين بدون تحيزات مسبقة أو بدون شروط مسبقة. المشكلة في كل الإطارات الدولية السابقة من باريس باليرمو ثم برلين هي أنها كانت يعني متحيزة في أنها ضد اتفاق الصخيرات، يعني هي حتى لم تحترم هذه الأطر اتفاق الصخيرات وتعمل على تنفيذه وظهر ذلك في أنها يعني اعترفت بشكل مباشر بالخارجين على الاتفاق أو عدم المعترفين به. وبالتالي هذا ما في تقديري إذا استمر هذا النمط من التفكير فإن الأزمة سوف تطول وأن الحلول العسكرية وعملية الكر والفر سوف تكون هي العامة الظاهرة المستمرة في السياسة الليبية. وفي تقديري أن هذا يمثل خسارة لجميع الأطراف لأن استمرار الأزمة دون تحقيق مكتسبات وتعطيل الاقتصاد الليبي وتعطيل وزيادة تفسخ المجتمع الليبي ليس في المصلحة الأمنية لكل دول البحر المتوسط وسناتي على هذا أيضا. يعني. نعم دكتور خيري، سناتي على هذا الملف خصوصا بعد المبادرة التي أطلقتها القاهرة بشأن وقف إطلاق النار بعد الانتصارات الأخيرة التي حققتها حكومة الوفاق. فرص
وقف إطلاق النار في ضوء المواقف الليبية المتشابكة والمواقف الإقليمية، كل هذا نبحثه بعد وقفة قصيرة. مشاهدينا الكرام، تعرض موقعنا الإلكتروني إلى الحظر في عدد من المحافظات العراقية من قبل الحكومة ببغداد، ولمن يود تصفح الموقع وتجاوز هذا الحظر يرجى اتباع ما يلي: تنصيب أحد تطبيقات VPN للمتصفحين من الهاتف المحمول من متجر جوجل بلاي أو من متجر أب ستور وبحسب نوعية الجهاز، تنصيب برنامج VPN للمتصفحين من أجهزة الكمبيوتر لجميع الأنظمة. أسعدكم الله، وهذه عودة لمتابعة الحديث في موضوع التطورات الليبية الأخيرة. أذهب إلى الأستاذ مصطفى. يعني تعودنا في المشهد الليبي أنه بعد كل تقدم لحكومة طرابلس، لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها شرعيا، تنشأ مواقف دولية متقدمة مطالبة بوقف القتال وإطلاق مفاوضات. الآن دخلت أمريكا على الخط، ودخل الاتحاد الأوروبي بجسمه الاعتباري، ودخلت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، كلها تطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق محادثات مباشرة. ما مدى فرص نجاح مثل هذه الدعوات؟ الحقيقة بالنسبة لنا كليبيين أصبح وضع المجتمع الدولي وضع مشبوه، حيث أن خلال 6 سنوات الماضية بحجة محاربة الإرهاب، شماعة محاربة الإرهاب، أعطي حفتر الكثير من الفرص، رغم أن المجتمع الدولي يدعي أنه يؤيد أو يرى شرعية حكومة الوفاق، ولكنهم لم يفعلوا شيئا عندما كان يحاصر طرابلس، وعندما أوشك على احتلال طرابلس. كان في يوم 4/4 عندما هاجم طرابلس، 4/4/2019، كان الأمين العام للأمم المتحدة موجود في طرابلس، وغسان سلامة موجود في لقاء مع الرئيس السراج. في نفس تلك اللحظات حفتر تقدم على طرابلس وكاد أن يحتلها لولا جسارة دفاع المقاومين. المجتمع الدولي لا ثقة فيه، وحقيقة عطل ليبيا كما هي الحالة في العراق وفي اليمن وفي كثير من الدول. المجتمع الدولي عادة مع الأقوى أو مع القوي يفضلون أن يحكمنا ديكتاتوريون مستبدون عسكريون على أن الشعب يحكم نفسه والشعب يقرر مصيره. وكان يعني ذلك تبين خلال السنوات الماضية بوضوح، وعامة الشعب الليبي أيقن بهذا الأمر. هم يفضلون دول يحكمها مستبدين، ليبيا دولة غنية، قالوها في عدة مرات، يفضلون أن يتعاملوا مع شخص قوي حاكم مستبد يوفر لهم مصالحهم، يحقق سياساتهم في المنطقة. لا يفضلون التعامل مع الشعوب، مع دول ديمقراطية تطالب بحقوقها في الثروات، تتعامل معهم على قدم المساواة. فكل ما يفعله المجتمع الدولي ودول كفرنسا أو بعض الدول الغربية هو لحماية مصالحها، وآخر ما يفكرون فيه هو الشعب الليبي أو حرية الشعب الليبي أو ليبيا كدولة ديمقراطية أو التنمية في ليبيا. رأينا ذلك في اليمن، رأينا في سوريا، رأينا في العراق، رأينا في ليبيا، فتعلمنا الدرس. واليوم بالمناسبة أول أمس تقريبا زار السفير الألماني خليفة حفتر وقابله. اليوم في كل التواصل الاجتماعي والقنوات وكل النشطاء الليبيين يسألون السفير الألماني ما هو الفرق بين حفتر وهتلر، كلاهما مجرم. حتى هناك صور يعني عبر الفوتوشوب وكذا تبين أن الوزير جالس مع هتلر بدل حفتر،
بمعنى أن الشعب الليبي فقد أي ثقة في المجتمع الدولي. الآن الدولة الوحيدة الموثوق فيها هي تركيا، لأن تركيا جاءت لمساندة الليبيين في ظروف حالكة. مجموعات حفتر زرعت ألغام في منطقة ترهونة وطرابلس يومياً في الأيام الماضية بعد خروجهم، يقتل العديد من الليبيين. اليوم تركيا أرسلت وفد ومفرزة كاملة من الخبراء في الألغام وفك الألغام وتأمين الناس. لهذا لا ثقة أبداً لا في المجتمع الدولي ولا في بعثة الأمم المتحدة. والحل الآن لدى الليبيين هو إخراج حفتر من المشهد، التقدم عسكرياً لهزيمته، ثم يكون حوار بكل تأكيد سياسي، ولكن يكون بين الأطراف المدنية في ليبيا. طيب هذا الحوار السياسي الذي تتحدث عنه، أنقله للدكتور خيري عمر لأسأله، يعني حفتر أفشل دعوة حقيقية من الأمم المتحدة لإطلاق حوار سياسي في كان مقرر له أن يقام في شهر نيسان الماضي بين 14 و16 من الشهر، ثم بعد ذلك بهجومه على طرابلس أيضا أفشل دعوة لرئيس الاتحاد الإفريقي الذي دعا إلى مؤتمر المصالحة الوطنية. اليوم دعوات حقيقية وجادة دكتور خيري لإنشاء هذا الحوار السياسي، ما فرص أو ضمان إجراء حوار سياسي لا تكون نتيجته إفشالا كما حصل في السابق من قبل حفتر؟ هو بالنسبة لخليفة حفتر، عندما نراجع مشروعه منذ عام 2012 وحتى الآن، هو يسير نحو نقطة وحيدة، هو كيف يصل إلى السلطة في ليبيا. وبالتالي على مدى هذه الفترة رفض يعني كل التسويات السياسية التي طرحت، يعني سواء منذ بداية التعديلات الدستورية في 2014 في فبراير 2014، واستمر على هذا النهج حتى الآن. وبالتالي فكرة أن حفتر كان أفشل المسار السياسي، هو لم يرد المسار السياسي يعني منذ في سلسلة متصلة من الأفكار من المواقف السياسية، بداية من انقلاب 14 فبراير 2014، الانقلاب عبر التلفزيون. وبالتالي أن المسألة الأساسية هنا، إذا أرادت المجموعات الدولية أو الأطراف الدولية المختلفة بدء مسار سياسي، بالتالي هو المشروع أو محاولات إدماغ خليفة حفتر لن تتوافق مع المسار السياسي. وخصوصا إذا ما نظرنا لتقييم الحرب على العاصمة أو حتى الحرب في بنغازي سابقا، هي أن هذه الحرب خرقت كل القوانين والأعراف العسكرية. وبالتالي إذا كان هذا يمكن اعتباره جيش، فإنه لم يلتزم بالقانون في التعامل مع المدنيين أو المحافظة على المنشآت المدنية. وبالتالي أن تكوينه هو خليط من عسكريين سابقين ومجموعة ميليشيات ومقاتلين أجانب. يعني في الفترة الماضية ضربوا المستشفيات وضربوا البنية الأساسية للدولة. وبالتالي هنا المسألة الأساسية أن محاولات بناء إطار سياسي وفقا لإطارات باريس وباليرمو وغيرها، أعتقد لم تعد صالحة للوقت للفترة المقبلة. وبالتالي أن التفكير هنا لكي لا تفشل المحاولة أخرى، لابد من في تقديري توسيع الإطار السياسي بإدخال مجموعات جديدة من الليبيين يكونون ضمن الحوار السياسي، بحيث لا تكون السياسة في ليبيا هي أسيرة الثنائية بين حكومة الوفاق ومجلس النواب والمكونات الموالية لهما، لأن استمرار هذه الثنائية سوف يعقد الكثير من الأمور ويضع تحديات ويفرض تحديات متجددة أمام محاولات بناء حوار سياسي يعني مستقر ويمكن أن ينتج. هناك نقطة مهمة يمكن أخذها في الاعتبار، أن أغلبية السياسيين الحاليين ليس معروفا على وجه الدقة من يمثلون من الشعب الليبي. لم تجرى هناك انتخابات منذ عام 2012، وانتخابات مجلس النواب أجريت تحت تهديد السلاح أو في حالة حرب الأهلية. وبالتالي أن اختزال الليبيين في المؤسسات الحالية لا يساعد كثيرا على بناء موقف سياسي لكل الليبيين. وبالتالي عملية استشفاف من هو مع الدستور ومن هو ضد الدستور، هذه تحتاج إلى مناقشات مفتوحة
يشارك فيها كل مجلس النواب، يشارك فيها المجلس الأعلى للدولة، يتم فيها مشاورات النخبة السياسية التي لم تشارك في الحرب أو في الأزمات الحالية، حيث أن يعني في تقديري أن المشوار الذي بدأه غسان سلامة ولم يقلل بالنجاح لعيوب سواء داخل البعثة الدولية أو لعيوب التركيبة السياسية في ليبيا، أن استعادة هذا المسار يمكن أن تؤدي إلى نتائج سياسية أفضل بكثير من الاستمرار في الحرب الأهلية الحالية. طيب. يعني هذه الخلاصة أعتقد أننا يعني إذا لم تستطع الأطراف المحلية في داخل ليبيا وخارج ليبيا على ابتكار أو التصدي للمشكلات المختلف عليها بين الأطراف المختلفة، فإن المسار ليس لا يبشر ب يعني بشيء حسن بالنسبة لليبيين أو دول الجوار أو البحر المتوسط. المسار لا يبشر بشيء حسن في هذا السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مبادرة مصر لوقف إطلاق النار ولدت ميتة. أريد أن أسأل أستاذ مصطفى، يعني كيف نفهم كلام الرئيس التركي إذا ما قارناه بكلام بعض المسؤولين الليبيين الذين قالوا إن أي مسار سياسي أو أي مفاوضات سياسية لن تكون قبل السيطرة على سرت وقاعدة الجفرة العسكرية، ما يعني ضمنا أن هناك ممكن أن يكون مسار سياسي لكن بعد السيطرة على هذين الموقعين. كيف نفهم الكلام الرئيس التركي ومسؤولين الليبيين؟ هو في الحقيقة هناك شبه توافق بين المسؤولين الليبيين وتركيا وحتى بعض الدول الأخرى أن حفتر لا يبغي السلام وإنما يبغي كسب الوقت، بدليل أنه في روسيا عندما وقع الرئيس سراج على وقف إطلاق النار وعلى بدء حوار السلام، حفتر خرج من روسيا ورفض التوقيع. فحفتر الآن هو في موقف صعب عسكرياً، ففكرة وقف الحرب هي تصب في صالحه ليستجمع قواه ويحاول جلب المزيد من الدعم من الدول الداعمة له. حكومة الوفاق كذلك، تصريحات طبعا حكومة الوفاق هي حكومة توافقية فيها عدة شخصيات وعدة آراء وكذا، لكن تصريح الرئيس وتصريح وزير الداخلية وغيره من المسؤولين أن الحكومة تسعى لبسط يعني السيطرة على كافة التراب الليبي والحصول على سرت والجفرة له ما بعده، فالحصول على سرت والجفرة والموانئ الأمنية في تصور الكثير من الليبيين ومن الخبراء أنه يعني سيقضي على مشروع حفتر وسيفتح المجال للقوى السياسية الموجودة في المنطقة الشرقية. الكثيرون يرون أنه التقدم نحو المنطقة الشرقية بنغازي والبيضة وإلى حدود مصر ما بعد سرت وما بعد الموانئ النفطية ممكن أن يتم من خلال توافقات سياسية وقبلية واجتماعية منعا لحرب ضروس أخرى. فالهدف السيطرة على كامل التراب الليبي، هذا هدف الجميع، ولكن ماذا بعد سرت والموانئ النفطية والجفرة قد يكون توافق مع الأطراف التي هي موجودة في المنطقة الشرقية دون حفتر، لأن إذا ما حدث وتم تحرير هذه المناطق فمن الصعب أن يكون لحفتر أي دور عسكري أو دور سياسي مستقبلا. طيب دكتور خيري، كما سمعت الأستاذ مصطفى يتحدث عن أن الهدف هو الوصول إلى بنغازي والسيطرة على كامل ليبيا، هل يعزز هذه الفرضية أو هذا الهدف غير المعلن حتى الآن تقريبا من حكومة الوفاق، هل يعززه ما ذكره موقع انتليجنس أونلاين الفرنسي الاستخباراتي الشهير الذي قال أن هناك تصدعا حقيقيا في الحلف الداعم لحفتر، وأن الإمارات منزعجة من إنفاق الأموال بدون نتيجة تذكر، وأن مصر متضايقة وتريد التركيز على شرق ليبيا، وأن هذا الأمر يقوم به عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق؟ إلى أي مدى هذا السيناريو يمكن أن يتحقق وهو زوال فرضية المشاورات السياسية وتغليب منطق الحسم العسكري؟ يعني ما سمعته من زميلي الأستاذ مصطفى هو أنه السيطرة أو على ليبيا تتم بتوافقات سياسية وليس بتسويات وليست عبر الأدوات العسكرية فقط، وهذا المسار يمكن تطويره بشكل واضح ويمكن الاستفادة منه من خلال خبرات كثيرة في الخروج من الحرب الأهلية، وأعتقد أن هناك فرصة كبيرة لذلك.
لكن الوضع الحالي هو في مسابة فيما بين الأطراف المختلفة فيما يتعلق هو بتحسين شروط التفاوض أو شروط الحل السياسي، وهذا يمكن أن يستمر إذا لم تتطور المبادرات السياسية على المدى في المدى القصير أو المدى الحرج المطلوب. وبالتالي يمكن أن نقترح صياغة أخرى لمصطلح السيطرة على ليبيا، ولكن هو تجميع مصالح الليبيين نحو وحدة الدولة وتفاهم وإيجاد إطار مشترك للتفاهم بين القوى السياسية المختلفة. طبعا القوى السياسية هنا عندما نوقشت العدالة الانتقالية في وقت سابق، يعني كان هناك توجه لأن مقترف الجرائم السياسية هم ليسوا مشمولين بالحوار أو بالعدالة الانتقالية، ولكن توكل محاسبتهم إلى الجهات القضائية. بالتالي هذا يمكن أن يوفر مخرجا للأزمات التي تطرح في مع كل حل سياسي، بأن تعريف من هو ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي يمكن عزله كفرد أو ليس كقوة سياسية أو ليس يعني كفرد من مسألة الحوار السياسي. وما يتعلق هنا بأن فكرة ما يتحدث به التقارير الدولية عن استمرار الصراع السياسي وإمكانية وتصدع في تحالفات معينة في تحالفات خليفة حفتر، هو يرجع بالأساس إلى أن هذه التجربة بدأت في مايو عام 2014، وحتى الآن لم تستطع أن تكون نقطتين أو نموذجين أساسيين. النموذج الأول، ليس هناك نظام للإدارة المدنية في شرق ليبيا، وبالتالي هناك لم يتضح هناك نموذج جاذب لبناء الدولة، بل أن تم الإحلال للإدارة المدنية بعسكريين، وأن فكرة السيطرة على الإنتاج أو إعادة إنتاج سلطة سياسية تراعي الحقوق وتراعي القانون، هذا لم يكن موجودا. النقطة الثانية، وهي أن محاولات خليفة حفتر في السيطرة على ليبيا والهجوم على طرابلس لم تحقق أهدافها بالكامل. وبالتالي السؤال يظهر مجددا أمام حلفائه، إلى متى تستمر هذه السياسة ضعيفة الجدوى أو محدودة الجدوى؟ بالتالي هنا الأسئلة السياسية أثيرت خلال الأيام الماضية كثيرا، هل هناك بدائل لحفتر أم أنه يستمر كحل أخير؟ في تقديري نعم. أن الاستقرار كحل أخير هو يعكس على شيئين اثنين. الأول هو نعم أن المنطقة الشرقية لا ترغب في استمرار هذا النمط من الصراع، وبالتالي لم يقدموا أشخاصا جددا للقيام بمهام خليفة حفتر. الشيء الآخر أن الدول الداعمة لهذا المشروع يعني تبدو يعني محدودة الخيارات، وبالتالي لأن خيارات التدخل في الدولة هي أصلا تتوقف على طبيعة نعم التركيبة طيب الداخلية. وفي ظل هذا الموضوع الواضح، أعتقد أن فكرة إحلال السلام أو نعم الدخول لمفاوضات وتسوية سياسية يمكن أن يكون بديلا مرجحا خلال الشهور القادمة، دكتور خيري يعني وقد تكون الأيام القادمة، بحيث أن في النهاية أن ضمور طيب الحل العسكري وأيضا دكتور خيري، أنت عدم يعني استجابة النخبة السياسية. أرجو المعذرة عن المقاطعة، تحدثت عن الأسئلة السياسية، أريد أن أنقل بعضا من هذه الأسئلة السياسية للأستاذ مصطفى. يعني الآن في الأيام المقبلة هناك محادثات تركية روسية بشأن الملف الليبي، ذكر ذلك وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو للصحافة التركية. ما الخطوط العامة التي تتوقعونها كليبيين أن تطرق في هذه المباحثات؟ بالنسبة للمباحثات الروسية التركية، طبعا نحن كليبيين لا نريد التدخل العسكري الروسي في ليبيا. قام أحمد معيتيق نائب الرئيس سراج ومحمد سيالة وزير الخارجية بزيارة لروسيا في الأيام الماضية، وطرحوا العلاقات الودية بين ليبيا وتركيا اقتصاديا، وهناك مشكلة عالقة، هناك اثنين من المواطنين الروس محتجزين في ليبيا نتيجة تواصلهم مع سيف القذافي ويعني ارتكاب مخالفتهم للقوانين الليبية. تم مناقشة كيفية إيجاد حل لهذه المشكلة، فحكومة الوفاق تحاول أن تمد جسور مع روسيا
لإقناع روسيا بعدم التدخل العسكري لصالح حفتر كما حدث في روسيا، لأن عواقب ذلك وخيمة ولن تفيد لا ليبيا ولا روسيا. فنتوقع أن الحليف التركي يعني الحوار مع روسيا يكون في هذا الإطار، أن حكومة الوفاق تضمن التعاون مع روسيا، مصالح روسيا الاقتصادية، في مقابل عدم دخول روسيا كطرف محارب في جانب حفتر. أظن هذه هي أهم، هذا أهم بند في المفاوضات التركية الروسية، وهذه الرغبة الحقيقية لحكومة التوافق. هناك تخوف حقيقي من تدخل عسكري روسي في ليبيا بسبب ما التجربة التي رأيناها في سوريا، فهذا ما تعول عليه حكومة الوفاق مع الشريك التركي، حيث أنه بين تركيا وروسيا تفاهمات طويلة وعلاقات طويلة من الحوار السياسي وعقد الصفقات في سوريا وفي غيرها. فهذا ما نتوقعه من هذا اللقاء. طيب، هذا الحديث ربما لا تعضده المعطيات التي تتحدث عن أن روسيا، وهنا أسأل طبعا الدكتور خيري عمر، أن روسيا أن أمريكا هي التي أعطت الضوء الأخضر لتقدم حكومة الوفاق بدعم تركي بسبب انزعاجها من تمدد روسيا في البحر المتوسط ووصولها إلى ليبيا بعد سوريا، وهذا يستدعي ربما بحسب بعض المراقبين يعني رد فعل أو انتقاميا روسيا في ليبيا، وهذا يعني في نهاية المطاف أن البلد دخلت في مرحلة استنزاف. إلى أي مدى هذا السيناريو قابل للتحقق دكتور خيري؟ هو عامة في العلاقات الدولية وفي السياسات، في السياسة الدولية يمكن الحديث عن توافقات وليس ضوء أخضر أو أصفر أو أحمر. يعني ما حدث في تقديري في هذه الأزمة بالذات هو توافقات صنعتها ظروف مختلفة، وبالتالي يعني تحركات كل دولة في تقديري أنها تتحرك مستقلة عن العوامل الأخرى، لكنها نجاح تدخلها أو موقفها السياسي يتوقف على قدرة قراءتها للتغير في مواقف الأطراف المختلفة. وفي تقديري هذا ما حدث في المرحلة الأخيرة، يعني هناك كان الموقف الروسي يتبلور منذ أبريل 2019، لكنه لم يكن فعلا إلا بعد وصول أو اتساع نشاط شركة فاغنر. فيما الموقف الأمريكي أيضا تبلور ببطء خلال هذه المرحلة، وكان يحاول أكثر من مرة أن ينتصر خليفة حفتر في معركة طرابلس. وبالتالي كيف قرأت تركيا هذه الفجوة بين أو متى أدركت هذه الفجوة بين الروس والولايات المتحدة؟ هذا في تقديري لا يمكن تفسيره من أنه تلقى ضوءا أخضرا من الولايات المتحدة. لكن نعود إلى كيفية التفاهمات الروسية التركية أو الحوارات السياسية المشتركة فيما بينهم. لدي رأي يعني كتبته منذ فترة، وأن هو كثافة التدخل الدولي من دول خارج البحر المتوسط أو من دول الجوار الليبية سوف يهمش أو يعقد أو يقزم دول الجوار أو دول البحر المتوسط على نحو واضح. وبالتالي إذا ما نجحت هذه الدول المتوسطية في خلق إطار للتفاهم حول ليبيا، يمكن أن تنتقل الأزمة أو يمكن أن تجد الأزمة طريقها إلى الحل السياسي. يعني عندما ننظر إلى يعني خلال الفترة الماضية جمعت كثيرا من البيانات الرسمية الأمريكية حول التدخل ومدى انزعاجها من الموقف الروسي. هذا يعني أنه إذا بعدنا روسيا فجاءت الولايات المتحدة، وبالتالي هنا عملية التبادل بين الطرفين الاثنين في تقديري ليس في مصلحة كل الأطراف المختلفة بما فيها دول الجوار مصر والجزائر وتونس ودول الجوار أفريقيا أيضا. وبالتالي يجب أن تعمل في تقديري أن ما عملت هذه الدول على خلق سياسة المصالح المشتركة تجاه ليبيا أو تجاه البحر المتوسط يمكن أن نصل إلى نتائج أفضل ما يمكن بدل البحث عن تحالفات خارج نطاق هذه المنطقة. طبعا أدرك تماما مدى الخلافات بين تركيا واليونان والترسيم الحدود الإيطالية اليونانية، هذه مسائل في تقديري يمكن أن تتقاطع مع الوضع في ليبيا ويمكن أيضا أن لا تتقاطع مع الوضع في ليبيا. لذلك الفصل بين مسارات الأزمة في البحر المتوسط يمكن أن يساعد على خلق نقاط مهمة أثرتها دكتور خيري، يعني نقاط مهمة أثرتها حقيقة أريد أن أبني عليها لأسأل الأستاذ مصطفى.
ثمة دول مرتبطة بالملف الليبي على قاعدة الصراع الإقليمي الآن في المنطقة، يعني هناك دول مرتبطة بحفتر مثل الإمارات، مصر، فرنسا وغيرها. هل تتوقع أن ترفع الراية هذه الدول وتسلم لتركيا بالتمدد في منطقة البحر المتوسط في ليبيا كما تدعي هذه الدول؟ وفي الحقيقة يجب أن يعني نضع الأمور في سياقها، فتركيا لم تتدخل في ليبيا إلا منذ بضعة أشهر، والحرب مع حفتر بدأت في 2014. في 2014 كانت الطائرات الفرنسية والإماراتية والمصرية تقصف درنا وبنغازي وحتى طرابلس. فمن أفشل مشروع هذه الدول هو المقاتلين الليبيين والثوار الليبيين الذين يرفضون عودة الاستبداد. أما الاتفاقية مع تركيا والتدخل التركي، فالتدخل التركي إلى يومنا هذا محدود جدا، فلم نرى طائرة تركية واحدة F-16 أو من الطائرات المتقدمة تقصف داخل ليبيا، بينما رأينا الرفال والميراج والF-16 الإماراتية تقصف طرابلس منذ 2014. فالتدخل التركي حديث. فمن أفشل مشروع هذه الدول حتى لا يدرك أن الوقت، يعني هل هذه الدول المرتبطة بحلف مع حفتر تتوقع منها أن تسلم بما آلت إليه الأمور، أم أنها ستأخذ البلاد نحو مزيد من الاستنزاف؟ بكل تأكيد ستستمر في محاولاتها، يعني رأينا ذلك منها في دول عديدة ستستمر، ولكن الآن ستكون مهمتها صعبة جدا، فهي لم تستطع فرض حفتر عندما كان الليبيون لوحدهم، ما بالك اليوم الليبيون لديهم حليف قوي وحليف مصر جدا على دعمهم وإنجاحهم. فتركيا راهنت على الشعب الليبي في ظني أنها ستنجح مع الشعب الليبي في تحرير ليبيا وبناء ليبيا. الآخرون راهنوا ووضعوا كل بيضهم في سلة حفتر، ولا أرى أن حفتر حصان رابح، بل كل تاريخه يؤكد أنه ينتقل من فشل إلى فشل. شكرا لك أستاذ مصطفى. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين، كانا معي عبر سكايب والهاتف على التوالي من إسطنبول، الأستاذ مصطفى الساقزلي الناشط السياسي الليبي، والدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقارية التركية. كل الشكر لكم على حسن المتابعة. في حراسة الرحمن.